خير وعلى الحمد لله نشكركم بالتعاون الكبير التصرف واستضافتكم لنقرأ هنا كي يرتبوا عندنا اليوم ما يقارب 600 تلميذ اللي تيتبعوا الشعب اللي عندنا الشعب الأدبية والعلمية ثم التعليم الأصيل والشعب الشرعية هي الشعوب الشرعيه بحال داك الشيء اللي قالوا بين بعين التوقيت بعين التوقيت والتجويد هو اللي شي شويه شتنقص لا التجويد حنا محتفظين به باقي عندنا مجودين وحفاظ هذا باش تعرفوا حتى انتم مجودين وحفاظ القران الكريم لان هذا كاين دابا دور ضد القران وجود كاين في السلام شرف علي هذاك مؤسسه الامام نافع الامام نافع هو من علماء القراء سي رزقي سي رقيره قريب في وزاره خدام هو اللي صار على القضيه شي عملوا تيجيبوا لنا هذوك الحفاظ كان عندنا واحد مشروحي مولاد بن السبع تقريبا 10 سنين حافظ القرآن الكريم ونبغيكم شي وقت تجيو بس تمتعوا بهذاك القرآن وتشوفوا القرآن وتشوفوا الطريقة اللي تنعمل هذا دابا اللي كانوا في المدرسة عندنا انتم تتعرفوا الطريقة التربوية واللي تنعملوها اش تنعملوا ها هو جاونا هادو ومتسابقة معنا الوزراء غيكونوا كبار في السن شوية ماشي تيدخلوا السنين ولا تمشي هذا هكاك 12 عام واكثر ولكن حافظين القران اش تنعمل انا؟ تنقول لهم غادخلوا قسم الشهاده الابتدائيه لان دابا عندنا في المدرسه الابتدائي والاعدادي والثانوي عندنا لما تيدخل تنقول لهم انتما في العربيه والتربيه الاسلاميه راكم مؤهلين وراكم موجودين ولكن الشيء اللي تخصكم هو الرياضيات واللغه الفرنسيه سنعمل تيبداو داك الماده اللي عندهم ما متمكنين منها من اللغه العربيه والفرنسويه تيتبعوها والقسم النهار اللي تيكون فرنساويه راهو عندهم هذاك القسم الشهاده الابتدائيه ثم ما بعد تنقول لهم واخا تشوفوا نفسكم انتم كبار وتكرتوا مع الصغار ما تاثر تيمشيو للرابعه ابتدائي باش يقراوا الرياضيات نتاع هذا باش ما تفوتهم شيء ثم الفرنسيه متى يجي العام وفضل القران اللي عندهم تيحصلوا المقرر بالعربيه ديالو بالفرنسيه بالرياضيات ولما تينجحوا تيطلعوا الاول الثانوي تيوليو عادي تيتمشاو يدوزوا المرحله الاعداديه ثم الثانوي شحال السن ديال دابا هادو ديالهم؟ نعم شحال الاعمار ديالهم شحال؟ هادو دابا 12 13 14 ودابا ما تيمشيو تيكونوا كبار في السن ولكن غادي مزيان كنا عندنا واحد في الوقت ديالكم انتم الاول كنا اش تنعملوا؟ سنة ما تنهودو الشهادة الابتدائية والسن ديالو كبير ماشي غيجي يدخل مع التلاميذ الصغار منه اش نقولو غتخدم المقرر في العطلة فهمتي باش يدخل في المستوى في المستوى ولما تدخل نعملو لك امتحان في المواد الأساسية تيدوز في المواد الاساسيه وتيمشي وداك الوقت كانت تيمكننا باتفاق مع الوزارات دابا تنقول كدير ولكن هادشي تدير حتى في الستينات في السبعينات ولكن هادشي تدير حتى في العصبه ديك الساعه حتى في العصبه كنت تدير العصبه والمناسبه هنا العماس غادي نحتفلوا بالذكرى الذهبيه للعصبه مرور 50 سنه على التاسيس ديالها وفي هذا الاطار عندنا واحد البرنامج فيه واحد الندوه صحفيه
وفيه دواء علمية وفيه لقاء مع بعد الناس اللي عاشوا هذه المرحلة باغي نصحضروا الذكرى ديك الذكريات ديال العصبة والأدوار اللي لعبتها عبر التاريخ من خلالكم. شوف باش حضر الدكتور الموساوي والشيخ خويا حمد العراقي والدكتور الطايري والأستاذ دريوا والأخ الأخ 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 علاء. لا الشيء اللي عندنا بديك بديك المراحل اللي مرسمها العصبة منذ ديالها لأساتذة ديالنا وخدا كثيرة هذا، ولكن ذكرهم القول اللي كانوا تيقولون علماؤنا اللي أخذنا منهم: من كسب علما ألجمه الله بلجام من نار. من كسب، شوف هذا عظمة، من كسب علما ألجمه الله بلجام من نار. وحديث شريف يعني لا بد من نبلغوا داك الشيء. الحمد لله اللي خدينا على هذا الاعلام، ونقول لكم داولكم مع داك الصغير او داك الابتدائيين فالابتداء احنا نكون الاميه شي بغيتها تكون صالون في هذا المعنى. ابي طفل يخاطب الاب، وهادو دابا الكبار مع الاسئله ديالهم. ابي امتحني يا ابي في أحرف الهجاء فإنني أعرفها من ألفين ليائك، وأنت في أولها من ألفين وبائك. الله الله أب الله الله أنت في أولها الله الله من ألفين ليائك. أبي امتحني يا أبي. وكم تغنينا بها هذه التعيير نضرو بها مع عندنا نشيد عندنا نشيد راه تنغنيوها نشيد. أبي امتحني يا أبي في أحرف الهجاء فإنني أعرفها من ألف لياء. حرف 28 مرة ألف تاليا من ألف لياء. ايوا ذاك الوقت هو ذاك جا جاب ودخل مسكين على النقله وكانه تيودعنا هكا فاين، وحنا وجابوه مقيد رجليه بالكوح هكا. لهذا انا قلت هذا سجلتها. لم انسى يوما روعوا اسد الحمى واتيت في القيد الثقيل تسامو، أعانقت إخوان الصفائم مودعا وأقمت في المنفى وأنت همام. تستقبل الخطب الجسيم مفوضا لله ما قد خطت الأقلام، وعلى محياك ابتسامات الرضا لم تخفى مما بيت الأقوام. هابوا الليوت فقلموا أظفارها، إن الليوت طباعها الإقدام. زول لهم بس ما يصاب داوها رام القيد اللي في رجلي ولكن راهو تيدفع عليه. وانهار صرح المكرمات وطالما كان الهدى ولنا به استعصام، والأس لا ترضى الهوان وتصطفي موت الفخار وحسبها إكرام. إن غيبوا الجسم المطهر في الطرى ووريت فيه كأنك الصمصام، وتآمروا كي لا ينظم موكب حيث الطغر في الطغر حيث الغيل والأجام. نهار اللي مات جابوه غير هكا وقالوا لدارهم راه ديوري مات ودابا يلا دفنوا. علاش؟ باش ماشي يجيو باش عاد يعملوا موكب وتكون مظاهره وهذا. هذا سجلت هذه القضيه هكا. وتآمروا كي لا ينظم موكب في الطري حيث الغيل والأجم. لا هادشي وقع. فخلالك المثلى وذكرك خالد بين الشباب وكلها إلهام، تملي علينا في النضال صحائفا مسطورة ودم الشهيد ختام. الله الله مصابة.
اي هذا الشيء اللي بغينا زعما دابا ما غنصيبو عندي شي حاجه حنا زعما باغي نديرو واحد الشهاده في التلفازه على 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 العصبه التاريخ ديالها داك الاخوان اللي قلت هذا هدف المنفى هذا الشهاده جا شي واحد فينا هو عبد الرحمن ها هو اتمنى انا انا ها الشيخ اليزيدي اللي وزير الدفاع ها الشيخ احمد مرابط اللي قلت لك هذا داك السوسي هذا داك المتريل اللي قلت نظمنا واحد الفرقة الشباب فيها شي 100 شاب غير من قيرة الشباب منهم ذاك الحاج مصطفى عطوش تسمى بهم ذاك الاولانيين هذو كانوا تيحرشوا محمد الخامس قبل ما يجي واحد الشهر هناك وانا مشيت لهنايا باش نقدموا له نقول له سيدي باش يعرف الثقه فيهم هكا صرت هنايا تنقلب على شي وراق وانا انا سي فال ماشي ماشي تانا نعملو حنا دابا حاضنين على ذاك الأصالة الأندلسية تنكتب هذا تنعمل التوراق هذا تيتسمى التوراق وهذا الخط ديالنا هذا واحد الحفيد ديالي مع الوالد ديالو في كندا وأنا كي طلب مني باش هو اسمه ريان فمنتو الحمد لله ربنا أهلنا من زواجنا وذرياتنا إلى الروضي المفضل يا غريان وما يرضي ويرعاه الولدان وجنات بها حفة ورود وأزهار بها يزهو البستان إلى الآخر شحال من عدد كان فيها؟ شحال عملنا؟ يمكن عملنا شي 20 ولا شي حاجة ولكن كانوا مع مرات جمعات لا لا ماما بعد ما كنا دابا تنصدروها كان عندنا هنا كيف هو اليمين واحد داك الاخوان ديالنا مناضلين كان تيقولوا القايد دحمان دحمان عرفتي داك الصحراوي راه كانوا في الاول اللي جاوا منهم داك الرقيبي اللي كان فخاص صافي تفضلوا سي تكلفوا السيد القاضي حنا فوقها وتنذكروا لا بدا ما نجيبوهم السملاحات باش ما نملوش قال كان شي واحد من الادباء وعمل شي مقطوعه هكا حول اتاي مخصصه ككلام سيدي خليل هو حول اتاي هل يشرب الشاي الفضائي او معه او بعده خلاف يشرب الشاي على الفضاء أو معه خلاف وكره تشحير الأول وندب الثاني وتلقيمه لا في نزهة وبادية وجمع أحبة فمطلق بلا حد ما شاء الله ولا يشرب على الفضاء أجاع وفي اللوزي المقلي قولان وأفضله ما كان بعنبرين في أرفع الأواني وجاز بمطلقها وكره تركه لمتعوده كعكسه بحال كلام سيدي خليل وكره تركه لمتعوده كعكسه اللي عود تعود عليه من القاضي عنده شي سؤال القاضي عنده سؤال ولكن غير ترجع مع الاجواء ديال العصبه ديال البدايه ديال العمل ديالاش؟ عمل هذيك الاجواء ديال البدايه يعني شنو السر ديال النجاح في العمل باش علاش نجحت العصبه في 6 الانسان راه ما كانش غير عادي كنا هذا دابا هذه المجموعه في ذاك الوقت اللي كان دابا هذا الانهمام هذا كل شيء من الحزب كان تا هو في الحزب هذا راه من الوزاره هذا ولكن المسائل الاجتماع تيكون مثلا الاجتماع في استعلال اللي يكون اسمه الحاج حمد بلافيش الاستاذ محمد الحاجي وتنذكروا على هذه المسائل وتندرسوا ذاك البدايه ماشي غير تجي مسائل غير هذاك ارتجاليه جاو هادو يعني تما يعني درسوا المسائل كيف كانت عند الشعوب الاخرى اللي قبل منا ولا الشعوب اوروبا والغرب بصفه عامه الامريكيين بحال هذاك اللي كانوا يسميو الاستاذ الاميين ذاك
فرانك لوباخ هذاك كان عندهم وذاك الهيئة الأمم اللي هي أمريكانية وغيرها البرازيل ومصر وذاك التجارب ذاك شيء تنقلوا غنبداو بالأشياء اللي غادي تنازلنا ونمشيو بالتدريج هكا بدينا المسائل وذاك الوقت عاوتاني على اللي تيكونوا ناشرين عاوتاني لما كنا ناشرين دابا الإخوان اللي هما متطوعين يعني مثلا حنا الحمد لله كنا مثلا حنا شرين نقول شي حاجة ولكن بحال هاد الشرقاوي هذا اللي قلت لكم عليه كان تياخذ الاجره ديالو لان كان تيشرف هو على ماشي الساعه السلام اللي كان ها كان متفرغ هذاك ايه هذا دابا كان وهذا كان عنده وبحيث ذاك الخطوات والمراحل شفنا تجربه ديما انت الشيء اللي بدات تنشوفو داك الشيء وكيف كانت تميسر حتى هي الطريقه بلاد عربية وكذلك في اسمو ديالنا القرينة اسمو اللبنانيين اللبنانيين توما عندهم سباقون مصر الهمية هذا اللي وكذا المسائل ودينا العمل ودينا الإنسان تيعمل حسب الأطول اللي معاه وحسب اللي يعني اللي معاه والله تعالى تي وقلت لك دابا هادو كلهم كنا مسقطبينهم هادو دابا تصور دابا كلهم كانت فيهم حركه فيهم بنادم لا من ناحيه الذكور ولا الاناث. خال استاذ استاذ سي اسمو عاد قلنا دابا كيف الخارجيه وكيف الوزير الثقافه ايه كان مع دوك الحاج بالنسبه للمواد اللي كانت كتدرس بالنسبه للمواد اللي كانت كتدرس مش غير تعليم القراءه والكتابه او كان هناك مواد اخرى في اطار التوعيه الحركه الوطنيه اذا فعلاش علاش العصبه بدات في العمل على الدوله كان عندها وزاره التعليم علاش ما بداتش الوزاره هي الاولى ايوا اخي واخا هو دابا المبادره ديال العصبه ولكن تخص تشوف دابا بحال مثلا فهد محمد الخامس وكذلك فهد حسن الثاني يخفش عليه وجود قديره وجود قديره اللي كان هادو تستعرف هادو كانوا مات الاعمال ديالنا الحيل قلت تعرقل احيانا داك القديم كنا رام داك الشيء تيشوف الانسان رام بحال اللي غنى عندنا من هما تذكرت عاوتاني شي واحد من هذوك اللي كان كانوا ما يعني هذه راهي من هذه راه الصوره من الصوره العصبه هذه وحده من هذوك اللي العصبه هذه راهي انا انت تقريتها هنا كي دخلت صنعتو عن شي ماشي بلا تبت اميين هذه وجهه ديال كنا دابا قسم متعدده عندنا 12 الصغار تنعلموا مازال وحدهم كبار طريقه بيداغوجيه باش لا ده انت ادن انت انا لا عبد الحميد ها ولا حتى الله يرحمه سي مولاي مصطفى العلوي هي من زعف صغير مصطفى العلوي مازال بالحياه نعمس ايه باقي عيان شويه عيان شويه وهذا عبد الحميد حسين رحمه الله سي جبل محمد وهذا هذاك اسمه ذاك المقرئ المعاصر المشهور عبد الباسط عبد الباسط هذا رمزي لا تعقل عليه الدكتور رمزي كان الصوره ديالي ها هذا السي محمد من الراضي من الراضي فان هو ذاك محمد مرقاش اللي كان وزير ديال الاوقاف لا ماشي سهم لا الشيخ حمد هو هنا يعطي الصرخة هذا محمد برقاش محمد برقاش كان وزير اقتصاد هذا عبد الرحمن الغربي هذا خاص الشيء الهاشمي الفيلاني هذا خاص الشيء عبد العزيز الشيء عبد العزيز وهذا الاستاذ الفاسي الشيء الاستاذ الفاسي استعلال بالمناسبه هي الصوره ديالي
نحسوا عليك هنايا. هذه السي عبد الكريم الجلوج كان وزير وزير العام احزاب اداريه ضوا مثلا بعض الاحزاب يعني هي والده ديال واش خاصنا محمد زعما قلت لك هذاك كي طرحنا واش خاصنا ديال السي بن زيان السي محمد بن زيان بوزيان من وجده ومازال السي قلال ولا مندوب التعليم ودفع انا بزاف وحتى في محاربه الامه. الشيء اللي قلت لك هو دابا ندخلو دابا
سلام يا سلام. كان فينا ينسمي للعلا وها أنا بمالي وبدنون.